اتصالات ميوزك بوكس وتام الشلتوت على ميجا اف ام. واتصالات ميوزك بوكس والدنيا لسه فيها اكتر. و 3-8-3-5-9-6-2 اتصالات ميوزك بوكس تام الشلتوت بالعربي الانجليزي على الفيسبوك. ونقول مساء الفل يا رامي. مساء الفل يا تام. ايه الاخبار؟ كله تمام. تمام رامي. ما شاء الله انت حققت شعبية حلوة على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى الانترنت عامة. وده بسبب ان انت كنت في ميدان التحرير وشعبيتك كلها ابتدت في ميدان التحرير، صح كده؟ صح كده. طيب ما تيجي نقول الموضوع ابتدى ازاي. انت اول حاجة نزلت ميدان التحرير يوم كام؟ انا اصلا من المنصورة، فبداية الثورة كنت هناك. يعني 28 و29 و30. كنت في المنصورة. وبعدين بدأت احس ان الاحداث هناك خلاص، الناس كلها نزلت الشارع وما بقاش في جديد بيحصل في المنصورة، فبدأت افكر ان اروح للتحرير عشان الاحداث هناك كانت على اكبر يعني. تمام. وابتديت تغني في ميدان التحرير. انا في الاول الجيتار، يعني انا اصلا ماليش هنا بيت ثابت، فكنت حتى خايف ان انا اجيب الجيتار ولا لا. بس اخويا شادي ومحمد عبد الفتاح صديقي هنا من القاهرة شجعوني ان انا اخد الجيتار معايا. وجبته اول ما جيت هنا كان يوم 2. وابتديت اغني، حتى ما كانش في مسارح في الاول، انا غنيت في الشارع في الميدان كده. وكان عندي اصلا اغاني من قبل الثوره ليها دعوه بالحاجات ضد السياسه، ضد النظام وضد الحكم اللي كان موجود. مين اللي بيكتب لك الاغاني؟ ساعات انا بلحن كل شغلي، ساعات انا بكتب، وساعات باخد من صحابي او باخد من دواوين بتاعت شعر الكبار زي احمد فؤاد نجم او علي سلامه او ابو زيد بيومي، ايمان بكري، امجد الاهوجي. بجيب ديوان مثلا اي مكتبه وابدا اقرا الكلام الكويس اللي فيه وابدا اشتغل عليه. انت اصلا بتدرس لسه رامي، صح؟ انا في هندسه المنصوره. لسه هندسه المنصوره سنه كام؟ ثالثه عماره. يعني انت في مجال تاني مختلف تماما. طب انت ناوي تكمل في الهندسه ولا تكمل كمطرب؟ انا لا، نفسي اكمل كمطرب، يعني ده الكارير اللي انا نفسي اكمل فيه يعني. يلا باذن الله. قول لي بقى رامي، لما نزلت ميدان التحرير وغنيت، يعني ما شاء الله هو الموضوع ما فيهوش تفسير، هو القبول ده بتاع ربنا يعني، فالواحد بيتاخد كباكج كده، يعني كله على بعضه. انت الناس عامل رد فعلهم معاك كان عامل ازاي اول يوم وتاني يوم وتالت يوم؟ هو الموضوع جه تدريجي يعني، اكيد طبعا في الاول مش زي الاخر خالص. بس انا اللي بسطني في الاول ان انا كنت متخيل ان الاغاني اللي انا هغنيها اللي هيفهمها الشباب اللي في سني مثلا. لكن احلى حاجه كانت موجوده ان كان في كل طوائف الشعب كانت موجوده، الغني قوي والفقير، الصعيدي والفلاح والست الكبيره، ولقيت ان الناس دي كلها كانت بتغني الاغاني معايا، وكانوا حاسين الموضوع. لان الكلام كان بيوصف حال الناس قوي الفتره دي. طب ما تيجي نسمع حاجه مبدئيا وبعدين نرجع نكمل كلامنا تاني. ايه اللي ممكن نسمعه في اول حاجه النهارده معاك؟ انا ممكن ابدا النهارده بنفس الاغنيه اللي بدات بيها في التحرير اول ما نزلت. بس يلا بينا. كانت اغنية طاطي 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 للشاعر ابو زيد بيومي. طب يلا. انا هنزل البيت خالص بحيث ان احنا، انت هتعزف جيتار كمان؟ ايوه. اوكي. انت مين اللي معلمك جيتار؟ انا اتعلمت من حوالي 7 سنين كده عن واحد صاحبي اسمه محمد علي في المنصورة، هو اللي كان علمني. طب يلا. لما تكون شغال بزمة خايف على مصلحة الأمة، شغلك يطلع من غير لازمة علشان ما بيعلش غير واطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما شقك يصبح مش ليك فقرك سد السك عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما الجهلة يبقوا امامك او فوقك مسكين في زمامك ويسوقك عالهلك امامك، تشرب من السم السقراطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما الكلمة تكون بدينك، لما تخبي في قلبك دينك، لما الذل اشوفه في عينك هتأحبطك على احباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما حميها يكون حراميها وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها ما
مسنود بالبدلة الزباطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي طاطي راسك طاطي طاطي انت في وطن ديمقراطي. جامدة جدا الأغنية. شكرا جدا. أنا عايز أقولك أنت فاجئتني. قول لي هو مين اللي كتب الأغنية؟ أبو زيد بيومي. أبو زيد بيومي. يعني حلوة جدا وسلسة جدا وطريقة غنائك جديدة. أنا أول مرة يعني بس هي مش عربي على قد ما هي يعني فرانكو عرب شوية. شوية غربي شوية. صح؟ مع عشان كده أنا كنت متخيل إن مش الناس الكبار والناس الغلابة مش هيتقبلوا ده. بس الحمد لله لقيت عكس ده تماما الناس كانت متقبلة قوي. قول لي بقى أنت كنت كل يوم في ميدان التحرير كل يوم بتغني كل يوم لامم الناس حواليك وبتغني وبتتكلم على حال البلد؟ انا ما كنت من اول ما بصحى لغايه ما بنام اذا نمنا يعني كنت بفضل اغني طول اليوم على المسرح او حتى تحت في الشارع. في حاجات معينه حصلت هناك انت حابب تتكلم عنها؟ في شيء انت شفته اي شيء يعني استيعابك للموقف هناك كله كان ايه غير حالتك الفنيه انت؟ انا بعيد عن حالتي الفنيه انا كنت موجود. هقول الكلام ده اكيد اي واحد في الميدان عارفه كويس قوي. ان الميدان كان ممكن نسميه ان هو كان المدينه الفاضله اللي هو كان ما كانش في اي حاجه غلط بتحصل. لدرجه ان حتى مثلا لو كان في واحد حرامي مثلا بجد بره ودي كانت شغلته كان بتسيب قدامه الحاجه مثلا كان ممكن ما ياخدهاش. لو انت ما كانش معاك فلوس اللي جنبك كان بيديلك. لو انت جعان مجرد بس بتفكر انك جعان بجد والله كان تلاقي حد جنبك جاي يديلك اكل تاكله من غير ما تقول له. الروح جوه كانت حلوه جدا ما كانش في اي معاكسات. البنت مثلا كانت بتكون موجوده لو بشكلها ده بتتبهدل بره جوه كان الناس كانت بيعتبروها اختهم يعني. كانت حاجه حلوه جدا. يا رب اصلا المصريين يتعلموا من الموضوع ده ويحاولوا يكملوه يعني. ماشي يا رامي تيجي نروح نسمع نانسي عجرم ونرجع مره تانية مع رامي عصام وطاطي طاطي. اتصالات ميوزك بوكس وتامر شلتوت على ميجا اف ام. واتصالات ميوزك بوكس والدنيا لسه فيها اكتر وفناننا النهارده هو رامي عصام. رامي انا بتمنى لك مستقبل وبتمنى لك يا رب انك تحط رجلك يعني على اول خطوه اللي انت بتعمل فيها. وايا كان حلو جدا انت ارتبطت بالثوره بس احنا عايزينك بقى بشكل الثوره. بالظبط يعني الثوره مكمله معانا بس اطلع أكيد. انت بقى منها. انا يعني انا نفسي يعني ان شاء الله في المستقبل اكيد هغني اغاني تانية غير الاغاني السياسيه. مش هفضل كده. في مشاكل اجتماعيه وفي حتى الحب برضو الواحد لو غنى فيه ده مش عيب طبعا يعني بس بشكل جديد بقى. بشكل جديد. الكلام احسن من الكلام بتاع الفتره اللي فاتت ده اهم حاجه يعني. رامي انت اصلا مش دارس مزيكا ولا دارس فوكاليز ولا اي حاجه؟ لا خالص الموضوع كله موهبه. موهبه. طيب فاكر الاغاني اللي كنت بتغنيها قبل ما قبل احداث الثوره وقبل انقلاب الحكم وايا كان الظروف اللي احنا يعني بنمر بيها دلوقتي عندك اغنيه قبل كده انت كنت بتغنيها؟ ما هو انا كنت بغني الاغاني دي اصلا قبل الثوره كمان بحوالي مثلا سنتين كنت بغنيها بس ما كنتش بعرف الاقي اماكن كتير تديني فرصه ان انا اغني ده. ولما كنت بروح اغني مثلا كانوا يقولوا لي اغني دي وما تغنيش دي فما كنتش قادر اوصل صوتي اصلا خالص يعني. طب ايه الاغنيه اللي ممكن نغنيها دلوقتي بعيد عن النظام او الثوره في بالك حاجه؟ في ممكن ممكن نغني حاجه عادي. طب يلا تعال نقول. هقول حاجه اسمها ثقافه. ثقافه. اوكي. للشاعر علي سلامه. هي بتتكلم عن الحاله الاجتماعيه بتاعت ثقافه اختلاف الثقافه بتاعت الناس في مصر عامله ازاي. حلو ده. لما تتضايق تملى البانيو شوية بخور وشمع ومزيكا واغاني تروح تحكي وتاخد وتدي مع طبيب نفساني او تطلع شرم الشيخ تاني ودي ثقافة. وفي ناس لما تتخنق ترجع تقلب في اللي فات تجيب الصور والذكريات وتاخد جوافة وبلح أمهات وتروح تزور الميتين في القرفة ودي ثقافة.
وفي ناس تلم العيال وربع لب ونص سداني وفيلم قديم لإسماعيل ياسين نجيب الريحاني أو تعدي على الحلواني وكيلو مشكل وكتر الكنافة ودي ثقافة لكن الكل مجروح نفسه يبوح الكل مجروح نفسه يبوح بس مش عارف في ناس لما تتضايق تملى البانيو وشوية بخور وشمع ومزيكا واغاني تروح تحكي وتاخد وتدي مع طبيب نفساني او تطلع شرم الشيخ تاني ودي ثقافة وفي ناس لما تتخنق ترجع تقلب في اللي فات تجيب الصور والذكريات وتاخد جوافة وبلح امهات وتروح تزور الميتين في القرافة ودي ثقافة وفي ناس تلم العيال وربع لب ونص سداني وفيلم قديم لإسماعيل ياسين نجيب الريحاني أو تعدي على الحلواني وكيلو مشكل وكتر الكنافة ودي ثقافة لكن الكل مجروح نفسه يبوح الكل مجروح نفسه يبوح بس مش عارف بس مش عارف بس مش عارف انا هموت وعرفت بتجيب الكلمات دي يعني انت ده انت بتنقيهم يعني بس حلو ده انا يعني انا بقالي كتير ما سمعتش اغاني مختلفه يعني انت عارف دي سكه وانا قلت لك في وسط الفاصل ده الاندر جراوند يعني او موسيقى الاندر جراوند اللي يعني بس بشكل تاني مبسط يعني يعني عشان كده متهيالي ان الناس في كتير جدا حتى الناس البسيطه قوي ابتدت تتقبل كمان الموسيقى دي الموضوع حسوا عشان قريب منهم يعني انت انت دلوقتي دايما بتلعب على اللحن ولا بتلعب على الموضوع نفسه على الكلمات بحس انك دايما يعني اختار الكلمات هو الذكاء في حد ذاته اختار الكلمات هو اهم حاجه يعني انا الاول ببقى مثلا عايز اتكلم في موضوع معين فببدا اشوف صحابي او احاول انا اكتبها او اشوف الدواوين بتاعه الشعر الكبار وابدا انقي ابسط كلام ممكن اوصل بيه المعلومه وابدا اعمل ده طب ايه بقى التغير اللي حصل في حياتك رامي انت عندك 23 سنه يعني ما شاء الله معنى شكلك ما جيبش 23 سنة خالص يعني شكلك يجيب أكبر مني بس 23 سنة وما شاء الله يعني في دفعة في بوش في خطوة اتخدت الحمد لله رحت فين بقى دلوقتي أنا سمعت أن أنت عندك حفلات في إيه اللي حصل في عروض جات لك هل الموضوع ده هيكمل كارير ولا إيه اللي هيحصل فهم أنا نفسي أكمل في الكارير ده جدا أن أنا عندي رسالة نفسي أوصلها أن أنا نفسي أحاول أساعد زي ما في باندات كتير بتقدم فن كويس جدا في مصر نفسي أكون واحد منهم ونفسي أخلي الفن في مصر يرتقي جدا نفسي صوت مصر كله يوصل للعالم كله نفسي حلمي الأساسي يعني اللي نفسي أحققه أن أنا زي ما في يوم من الأيام اتعلمت إنجليش مثلا عشان أفهم الناس دي بتقول إيه نفسي هم يتعلموا العربي عشان يفهموا احنا بنقول ايه انا نفسي اعمل ده فبالتالي انا هكرس حياتي كلها لشغلي في عندك عروض انتاج جات ان انت بحيث انك تكون معاهم ولا لسه هل انت مقرر هتروح فين هتعمل ايه ولا برضو لسه قاعد وبتتفرج انا لسه ما خدتش قرار حاسم في الموضوع بس انا في بعد الثوره على طول في اكتر من شركه من الشركات الكبار يعني كانوا كلموني في التليفون بس وعملت معهم مقابلات عشان اكون معاهم بس انا ما قبلتش ده لان هم كانوا كوميرشال زياده عن اللزوم مش مقدرين الفن اللي احنا بنقدمه وهم كمان ما كانوش مع الثوره فانا ما حبيتش اكون معاهم ايه ده لازم يكون مع الثوره مش شرط يعني بس انا ما حسيتهمش حقيقيين يعني لا دي وجهة نظر ايا كان تحترم تعال نروح للفاصل وبعدين نرجع عشان نغني اغنية الجحش والحمار الجحش والحمار طيب هنروح للفاصل اللي جاي ونرجع لكم مرة تانية في اتصالات ميوزك بوكس ورامي عصام عزيزي المستمع اتصالات ميوزك بوكس وتام الشلتوت على ميجا اف ام واتصالات ميوزك بوكس والدنيا لسه فيها اكتر وحلقتنا النهارده من اعداد معدتنا الجميله ايناس رامي الشواف منورانا يا استاذه ايناس ومعانا النهارده فنانة الجميل رامي عصام رامي انت قابلت الشاعر الكبير الاستاذ احمد فؤاد نجم ايه اللي حصل بقى انا قابلته مره في التحرير حالته الصحيه حتى لسه مش كويسه قوي بس جه وطلع على المسرح وقال شعر وغنيت جنبه
وبعدين قابلته مرة تانية بقى بعد التنحي وسبحان الله أكن الروح ردت فيه من تاني أكنه صغير 20 سنة مثلا. وحصل بيني وبينه قعدة حلوة قوي أنا مش هنساها يعني. إن هو جه اتكلم وقال لي أنت بقى الواد اللي هما بيتكلموا عليه في التحرير وكده، وسمعني بقى اللي عندك كله. ولما سمعته قال لي أنت تستحق اللي حصل لك وربنا يكرمك، وأنا وقال لي الجملة مش هنساها. قال لي أنا ما كنتش متخيل إن أنا هعيش تاني وأشوف واحد زيك. الكلام ده متصور فيديو. انت عندك اثبات. ايوه. انا كنت من شويه كنا بنتكلم انا وانت وايناس عن اغنيه الجحش والحمار. الاغنيه ديت مش من كلمات الاستاذ احمد فؤاد نجم. هو انا كنت فاكر انها من كلماته والناس كلها كانت فاكره ده. بس لما قابلته قال لي لا مش كلماته. كان في حاجه اصلا تحصل قبل الثوره اللي كان في شعراء كتير بيخافوا يقولوا ان ده كلامهم مثلا. فبيرفعوه على النت وخلاص. فالناس بتقول اكيد ده فؤاد نجم. يعني انا جبتها من على السايت بتاعه ومن على البيج بتاعته على الفيسبوك. بس طلعت مش هو يعني. طب تعالى نسمعها. يلا يلا بينا. هي الاغنيه مش محتاج طبعا اقول مين الجحش والحمار. طيب. بس هي الاغنيه اصلا فيها درس عامه اللي هو لا للتوريث في اي حاجه. يلا بينا. يلا. الجحش قال للحمار يابا اديني الحنطور، يابا انت سنك كبر وجب عليا الدور. الجحش قال للحمار يابا اديني الحنطور، يابا انت سنك كبر وجب عليا الدور. كح الحمار كحة فزعت له الركاب، مش يا ابني بالصحة ده كل شيء بحساب. كح الحمار كحة فزعت له الركاب، مش يا ابني بالصحة ده كل شيء بحساب. وسواقة الحنطور محتاجة حد حكيم، وانت عينك فرغة همك على البرسيم. قولي تسوق ازاي والتبني مال يعنيك، حتى حبل اللي جام واسع يا ابني عليك. عقل وبطل طمع لا تسخن الركاب، ما تجيش يا واد جنبهم لا تبقى ليه لهباب. دول صنف ناس جبار قادر مالوش امان، ويبان عليهم وهم لكنهم فرسان. يابا ده نومهم تقل وبقاله يابا سنين، كل البشر صحصحوا ولسه دول نايمين. يا جحش بطل هبل وبلاش تعيش مغرور، ركبنا مش أغبية ولا عظمهم مكسور. بكرة هيصحولك ويزلزلوا الحنطور، وتلاقي فافاك 80 محشور. الجحش قال للحمار يابا اديني الحنطور، يابا انت سنك كبر وجب عليا الدور. الجحش قال للحمار يابا اديني الحنطور، يابا انت سنك كبر وجب عليا الدور. اتصالات ميوزك بوكس وتامر الشلتوت على ميجا اف ام. I'm
أنت الآن تتمتع بخدمة اتصالات ميوزك بوكس مقدمة من تامر شلتوت على ميجا اف ام. واتصالات ميوزك بوكس والدنيا لسه فيها اكتر. وحلقتنا النهارده مع فنان الثوره رامي عصام, والحلقه من اعداد ايناس سلامه الشواف منورانا. ورامي, بعد يعني ظهور الفني اللي كان في ميدان التحرير, انت ابتدى يكون ليك حفلات كتير الفتره اللي فاتت ما شاء الله. الحمد لله. وبدات كمان اكتر حاجه بستنى, بدات اروح محافظات كمان كتير قوي غير القاهره. ويعني لفيت, رحت الصعيد كمان. الصعيد وكل دوت, يعني حتى اللي ما حضرش ميدان التحرير او ما حضرش ميدان التحرير عرفك عن طريق اليوتيوب وعن طريق الكليبات بتاعتك على اليوتيوب. ايوه. حفلاتك فين بقى؟ جامعات او شوارع, بالذات بقى حفلات الشوارع دي ما كانتش متاحه اصلا قبل الثوره خالص. لكن دلوقتي بقت موجوده كتير. وحتى انا بكره مثلا عندي حفله في مصر الجديده عند 7 مايو. في ايفنت كاسمو ستريت ميوزك ريفولوشن, رابع مره يتعمل. وعندي النهارده في نقابه الصحفيين الاشتراكيين بتوع مصر كلهم بيكرموا ناس من اللي كانوا في الثوره, وهغني هناك في نقابه الصحفيين. ورحت جامعه القاهره ورحت كذا جامعه, يعني بحاول انتشر على قد ما اقدر على اساس ان اللي حتى ما سمعش الاغاني في التحرير, لان الاغاني بتاعه الميدان دي بتوصف الحاله اللي احنا كنا فيها. فبحاول اوصل ده للناس واحاول اتكلم معهم عن الميدان شويه. بس رامي, انت قلت لي واحنا كنا بندردش في وسط قبل الهواء, قلت لي احنا هو ب 12 يوم غيروا حياتك كلها. ازاي بقى؟ الفكره انا كنت بغني من قبل الثوره, ويعني كنت بحاول انزل اغاني على النت, وكنت بحاول اغني الاغاني دي كمان. بس ما كنتش بقدر اوصل صوتي بشكل كبير. في الميدان انا بالنسبه لي غيرت حياتي ليه كمان؟ عشان انا ما كنتش اعرف ايه اللي بيحصل لي بره. كنتش اعرف الناس بيقولوا عليا ايه, أو مثلا الناس اللي شافت الفيديوز دي على الانترنت شافوها فعلا بشكل واسع ولا لا. ما كانش في اتصالات بسهوله ولا انترنت جوه الميدان. فانا لما بعد التنحي ما حصل, انا كنت متخيل ان ما حدش يعرفني غير اللي هم اللي في ميدان التحرير. بس الحمد لله لما خرجت بره لقيت ان الموضوع اتسمع قوي, الناس شافته, وبدات الناس تعرفني على مجال اوسع شويه. فالحمد لله يعني حياتي بدات تتغير الفتره الاخيره. يعني انت ليك حفلات بره مصر خالص؟ ان شاء الله الشهر الجاي وهروح انجلترا, والشهر في شهر 7 كمان اروح انجلترا وفرنسا, وان شاء الله. ان شاء الله يعني دي للجاليه المصريه هناك. لا يعني في كمان ناس يعني بتاعت شهر 7 بتاعت انجلترا دي للانجليز كمان, يعني هم اللي كلموني اجانب مش مصريين. ده عن طريق برضو ان هم شافوا الكليبات بتاعتك على اليوتيوب. شافوا الحاجات بتاعت التحرير, فطلبوا اللي هو اللي كان بيغني هناك يعني. طيب هنسمع ايه دلوقتي؟ نسمع ايه؟ ممكن نسمع المواطن نقط نقط. المواطن نقط نقط للشاعر علي سلامة. يلا بينا. يلا بينا. يكون فعل مكانه مش جبان لبتهن واسكت زي زمان. يكون فعل مكانه مش جبان لبتهن واسكت زي زمان لا انا بصرخ. يكون فعل مكانه مش جبان لبتهن واسكت زي زمان. يكون فعل مكانه مش جبان لبتهن واسكت زي زمان لا انا بصرخ. واكتب وابعت واتكلم واسمع يا معلم. واكتب وابعت واتكلم واسمع يا معلم. انا المواطن نقط نقط نقط, رقم قومي نقط نقط نقط, محل الاقامه نقط نقط نقط, بجوار البنزينه. انا المواطن نقط نقط نقط, رقم قومي نقط نقط نقط, محل الاقامه نقط نقط نقط, بجوار البنزينه. بصراحه حرام تعملوا فينا نقط ونقط ونقط وتطلعوا نقط ونقط. اهالينا عملتوا انتخابات كلها نقط نقط نقط, وشلتوا وحطيتوا حاجات نقط ونقط ونقط. بصراحة حرام تعملوا فينا نقط ونقط ونقط وتطلعوا نقط ونقط. اهالينا عملتوا انتخابات كلها نقط نقط نقط, وشلتوا وحطيتوا حاجات نقط ونقط ونقط. يكون فعل مكانه مش جبان لبتهن واسكت زي زمان. يكون فعل مكانه مش جبان لبتهن واسكت زي زمان لا انا بصرخ.
اخ واكتب وابعت واتكلم واسمع يا معلم واكتب وابعت واتكلم واسمع يا معلم انا المواطن نقط 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 رقم قومي نقط 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 محل الإقامة نقط 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 بجوار البنزينة انا المواطن نقط 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 رقم قومي نقط 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 محل الإقامة نقط 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 بجوار البنزينة جوار البنزينة اللي احنا عارفين ده كلمات مين؟ دي علي سلامة. علي سلامة انت برضو جبتها من على الانترنت ولا من, انت من الديوان بتاعه من الديوان بتاعه وعلي سلامة صديق شخصي يعني عرفته بصفة شخصية. انت مين الشعراء اللي انت بتفكر الفترة اللي جاية ان هم يشتغلوا معك بحيث انه كاتبين لك حاجة مخصوص لي ولا انت حابب ان انت تاخد حالة فنية كده شعرية وتبعد كده تنقلها انت لأغنية؟ انا يعني انا لا ما بحب اتكلم عن موضوع مثلا فبدور فيه عن دواوين لكن اعرف شاعر ليا لما بكون عايز حاجه معينه بطلبها ان هو يكتبها هو اسمه امجد الاهواجي. امجد الاهواجي ده صديقي من المنصوره. هو اصلا هو من بني عبيد اصلا من المنصوره. هو شاعر انا متنبئ له ان هو يكون حاجه كبيره جدا في المستقبل وهو اول واحد ابتدى معايا الطريق بتاع الكلمات دي. طب تيجي نسمع بقى طاطي طاطي او نسمع الثوره ايه رايك؟ بس المرة دي انت مسجلها في استوديو روح نسمعها. ماشي رامي عصام انت عايز تقول كنت عايز اقول حاجة عن الثورة. اتفضل. ان الاغنية دي كانت اتعملت قبل ما التنحي يحصل بست ايام وكلامها كان معناه ان احنا ان الثورة هتنجح وما شغلتهاش بقى غير لما التنحي حصل. تعملتها انا وطاهر صالح صديق حياتي في الشغل يعني. ثورتنا للحرية شعبية سلمية ثورتنا للحرية شعبية سلمية كنا أبطال بيد من غير مساعدة أي حد بإيدينا صنعنا مستقبل أحسن لمصر أبطال بيد من غير مساعدة أي حد بإيدينا صنعنا مستقبل أحسن لمصر والله عملناها ثورتنا ونجحناها سلمية ثورتنا للحرية شعبية سلمية كنا أبطال بيد من غير مساعدة أي حد بإيدينا صنعنا مستقبل أحسن لمصر كنا أبطال بيد مساعدة أي حد بإيدينا صنعنا مستقبل أحسن لمصر تامر شلتوت على ميجا اف ام والدنيا لسه فيها اكتر وحلقتنا النهارده من اعداد ايناس الشواف وضيفنا النهارده مطرب الثوره رامي عصام. اول مره سمعت كلمه مطرب الثوره كانت امتى يا رامي؟ كانت في الميدان في الايام الاخيره شويه. بس انت بعد الاهتمام الجرايد والمجلات والقنوات التلفزيونيه اول مره تسمع كلمه مطرب الثوره بعد التنحي يعني ولا قبليه؟ يعني اول مره اشوفها اعلاميا. اول مره اشوفها اعلاميا كانت بعد ما طلعت بره لقيت ان كان في فيديو كليب كان نزل على التلفزيون لاغنيه ثورتنا اللي كنت شغاله من شويه مكتوب عليها مطرب الثوره رامي عصام ولقيت بقى اكتر من جريده كانت كتبت ده وانا كنت في الميدان ما كنتش اعرف ده. طب دلوقتي الاهتمام الاعلامي بيك عامل ازاي؟ هل الناس لازالت مهتميه برامي ولسه عايزه تسمع منك حاجات مختلفه ولا كان الاهتمام وقت الثوره وخلاص؟ لا بالعكس الحمد لله ده الموضوع دلوقتي يمكن زاد لان انا ما اكتفيتش باللي انا كنت بعمله بس في الميدان انا بعد كده كمان كنت بشوف اي حدث بيحصل
وبحاول اترجمه لاغنيه وابدا اغنيها. حتى مثلا عيد العمال مثلا لما كان موجود عملت اغنيه للشاعر بيرم التونسي وكانت بتوصف حال العامل المصري وغنيتها في الشارع للناس في اليوم ده. وبحاول دايما اكون بجاري الاحداث. يعني انت بتختار دواوين لنجوم في مجال الشعر زي الاستاذ احمد فؤاد نجم زي الاستاذ بيرم التونسي وبتغنيها بطريقه اجنبي شويه. ده شايف ده اللي مميزك في الموضوع ان انت بتاخد الموضوع كبير وبتبسطه عشان الناس تفهمه بسلاسه. ممكن انا ده بيكون هدفي ان انا بحاول اخد كلمه ليها معنى وكلمه بتوصف حال الناس بجد. بحاول اعمل لها لحن بسيط قوي يخش قلب المصري بسهوله. هو الموضوع مش غربي 100% بس هو انا شايف ان هو ضروري دلوقتي ان يكون في ميكس بين الغربي والشرقي. ده حلو عشان كمان نقدر نوصل لبره. انا لو غنيت شرقي بس 100% هتبقى صعبه قوي ان انا اوصل للناس اللي بره. انت عندك اخواتي رام؟ عندي مازن وشادي وهايدي. انت الكبير؟ لا انا في الوسط. انت في الوسط. رد فعلهم ايه بقى كانوا معاك من ده التحرير حد منهم؟ ايوه شادي جه معايا. شادي ورد فعلهم ايه بقى بالنسبه اللي انت بتمر بيه دلوقتي؟ لا مبسوطين يعني. وماما خاصه كمان في الاول كانت معارضه الموضوع شويه بس خوف مش ما كانتش ضد اللي انا بعمله. بس الحمد لله دلوقتي فرحانه هي يعني وحابه انك انت تكمل في مجال الطرب ومجال الغنى وان تسيبك من هندسه. هي لا هي نفسها ان انا اكمل الكليه ان شاء الله يعني بس هي مش ضد اللي انا بعمله خالص بالعكس. طيب الاغنيه اللي جايه هنسمعها اسمها ايه؟ في عهد مبارك. دي الاغنيه اللي هنسمعها دلوقتي. ممكن نقول اضحك وثوره الاول؟ طب يا زي ما انت حابب. طيب اقول لك اتكلم عن اضحك وثوره عشان هي كان ليها دور مهم شويه في الميدان. ان احنا كنا بنرد بيها على الاشاعات اللي كانت بتتقال علينا في ميدان التحرير. اللي هو الكنتاكي وان احنا قله مندسه والحاجات دي. انت ساعتها انت كنت بتقول انك طلعت على المسرح متعور ومربوط وانت بتغني. لا ده كان يوم الاربع بتاع موقعات الجمل. انا كنت اليوم ده كان اليوم الوحيد اللي انا ما غنيتش فيه خالص. عشان هو كان يوم منايل اصلا كان كله ضرب وبهدله. فانا كنت بشتبك مع الناس. وتعورت في بقي وتعورت في دماغي. فيوم الخميس والجمعه كان في بقى مشهد كوميدي جدا ان انا كنت بغني وانا دماغي مربوطه وبقي مربوط والجمهور ثلاث ارباعه او كله تقريبا مربط اصلا. وكله برده كان بيضحك ومبسوط. فكان كان حلو قوي الكلام ده. ماشي يلا تعال نسمع اضحكوا يا ثوره. يلا بينا. ولا في عهد مبارك نقول اضحكوا يا ثوره الاول. يلا اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه قله مندسه. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه اننا بنخرب. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه بناكل كنتاكي. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه خدنا 200 يورو. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه احنا اتدربنا. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه عندنا اجنده. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه قله مندسه. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه اننا بنخرب. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه بناكل كنتاكي. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه خدنا 200 يورو. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه احنا اتدربنا. اضحكوا يا ثوره ها 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 قال لك ايه عندنا اجنده. اضحكوا يا ثوره ها 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 اضحكوا يا ثوره ها 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 اضحكوا يا ثوره ها 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 اضحكوا يا ثوره اضحكوا يا ثوره اضحكوا يا ثوره. واتصالات ميوزك بوكس والدنيا لسه فيها اكتر. ورقم تليفوننا 3835962 صفحتنا على الفيسبوك اتصالات ميوزك بوكس تامر شلتوت بالعربي والانجليزي. كنا قاعدين انا ورامي عمال يغني فاحنا ده يعني شوف بقى انت عملت غني والهوا طلع ازاي. ده صح عندنا ده ينفع. طيب عشان احنا مش عايزين نعطلك وخلاص حلقتنا بتنتهي قول لنا بقى انت حابب تقول ايه وايه امنياتك وهل انت متفائل كمواطن مصري في الفتره دي؟ بص انا متفائل ان شاء الله يعني بس انا قلقان. مش عشان لسه الاوضاع ما استقرتش قوي في البلد. ولسه في شويه فساد موجودين يا ريت نشد حيلنا عشان نخلصهم. انا نفسي اقول للناس ان الثوره ما خلصتش ويا ريت نفسنا يكون اطول من كده. احنا عملنا حاجه عظيمه جدا جدا في ثوره 25 وهي تستاهل ان احنا نضحي اكتر وان احنا نكمل شغل اكتر على ان بلدنا تكون احسن.
انا بالنسبة للفن انا شايف ان الفن الفترة الجاية ان شاء الله هيكون احسن بكتير من الفترة فاتت، خاصة في انتقاء الكلمات. وان شاء الله صوتنا يوصل للعالم الفترة الجاية بشكل احسن بكتير باذن الله يا رامي، وبالتوفيق يا رب، وتوصل اللي انت عايزه وتوصل للمكان اللي انت رسمه في خيالك يا رب. والف مبروك مبدئيا يعني على النجاح البسيط، يعني انك شوف نجاحك البسيط كنت معانا هنا، فلما النجاح يكبر باذن الله يكون نعرض لك اغانيك بقى معانا بالبوم رامي عصام الفتره اللي جايه. اتفضل. انا بس عايز اقول حاجه كمان، ان ان شاء الله في خلال شهرين ولا حاجه باذن الله او الله اعلم امتى، يعني مثلا هنزل البوم اسمه الميدان. الميدان هجمع فيه ان شاء الله الاغاني كنت بغنيها في الميدان كلها. واغاني تانية بتتكلم عن نفس القضيه. وبيساعدني فيه كمان احمد شوقي. ده صديق شخصي ليا، هو الميديا مانجر بتاعي. انسان ده لي فضل كبير جدا عليا. ان هو اللي بيوصل كل شغلي اللي على الفيسبوك واللي على اليوتيوب للناس. وكريم ناجي ده الديزاينر، الناس دي وقفت جنبي جدا. وعايز اشكر طاهر صالح صديق حياتي في الشغل اللي كان معايا قبل الثوره، وان شاء الله نشتغل مع بعض على طول باذن الله. فنان ومطرب مطرب الثورة رامي عصام نورتنا، ونختم حلقتنا معاك النهاردة بتاتي تاتي، ونرجع لكم كمان شوية عشان نقول لكم الوينرز في ريد بول تم 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 با. بس نروح نسمع تاتي تاتي لرامي عصام. عشان ما بيعلاش غير واطي، طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما شقك يصبح مش ليك، فقرك سد السك عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الجهل يبقى امامك او فوقك ماسكين في زمامك، ويسوقك عالهلك امامك، تشرب من السم السقراطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الكلمة تكون بدينك، لما تخبي في قلبك دينك، لما الذل اشوفه في عينك، هتأحبطك على احباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما حميها يكون حراميها، وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها، مسنود بالبدلة الزباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. عشان ما بيعلاش غير واطي، طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما شقك يصبح مش ليك، فقرك سد السك عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الجهل يبقى امامك او فوقك ماسكين في زمامك، ويسوقك عالهلك امامك، تشرب من السم السقراطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما الكلمة تكون بدينك، لما تخبي في قلبك دينك، لما الذل اشوفه في عينك، هتأحبطك على احباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. ولما حميها يكون حراميها، وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها، مسنود بالبدلة الزباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي. طاطي